عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه اصطفاه ربه واجتباه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، عباد الله، الشكر كله، التوفيق كله، الحمد كله لله عز وجل أن بلغنا رمضان. أسأل الله أن يتمم علي وعليكم أن يسلم لنا رمضان مقبولا، وأن يجعلني وإياكم ممن يصومونه ويقومونه إيمانا واحتسابا لوجهه الكريم. عباد الله، نادانا الله عز وجل نحن عباده المؤمنين بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء بالإيمان، النداء بالإيمان، والإيمان أن نشعر أننا أمة الإيمان، أننا متواصلون بالإيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه رابطة الإيمان، الإحساس أنك فرد في هذه الأمة، تفرح بفرحها وتحزن بحزنها وتتواصل، وأول من تتواصل عائلتك، أسرتك، الأقربون تتواصل معهم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها. صلة الأرحام، نحن في العشر الثانية من رمضان، تمم الله علي وعليكم رمضان بالخير والإيمان. عباد الله،
وأين أنت من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبل ذلك أين أنت من حيك، من منطقتك، من جيرانك، من المسلمين، وأنت قادم إلى صلاة التراويح؟ هل فكرت من تكلمه، من تدعوه، من تقول له هيا إلى المسجد معي؟ وجدت الذين يذكرون الناس بالله عز وجل، يدعونهم إلى الصلاة في المساجد، أين أنت منهم؟ أين أنت منهم؟ عاونتهم، ساعدتهم؟ الأسئلة هذه يا أيها الذين آمنوا، هذا الإحساس بالإيمان والإحساس بأننا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الخير، أمة أخرجت للخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي لخير الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، هذه الأسئلة التي يجعلها رمضان أن نعيشها ما بقينا إلى أن نلقى الله عز وجل، ثم التواصل والتراحم بين العاملين للإسلام، بين من يهتم بالإسلام، أين أنت من الدعاء لهم، من الهدية لهم، أين أنت من احترام اختلافهم، وأن تجعل هذا الاختلاف سببا ليس للقطيعة بل للتواصل والتفاهم رحماء بينهم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة، الرحمة بين من يعمل للإسلام على اختلاف مشاربهم، على اختلاف جمعياتهم، على اختلاف أصولهم. وفقني الله وإياكم إلى أخذ العبر والدروس من رمضان، وأن نخرج مع زيادة الإيمان، مع زيادة الإيمان، ومع زيادة التواصل، ومع زيادة الرحمة، ومع زيادة التقوى، كما ذكر الله عز وجل لعلكم تتقون. قول حمد، قول ثناء، قول شكر، قول توفيق، أرضو تعالى رب كريم، أرحم الراحمين، صلاة أن سلام أكون أول سيد أول حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، الحمد لله ثم الحمد لله. We cannot thank Allah سبحانه وتعالى enough that He led us to reach Ramadan. From the depth of our heart, we say Alhamdulillah, الشكر لله. We are in the second Ashra in Ramadan. And we all know Allah subhanahu wa ta'ala addressed us with one of the most beloved to hear it from Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. Called us with the quality of Iman. Quality of Iman. هذه صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا. O people of Iman. كتب عليكم الصيام. Siyam is written, was prescribed upon you. كما كتب على الذين من قبلكم. As was prescribed and written upon those before you. It's not a new practice. It's not something that we invented. But it is always there to teach what? لعلكم تتقون. So we can learn this sacred communication with Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is never absent from our moment whatsoever in life. لعلكم تتقون. تقوى الله عز وجل. This addressing يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا is to find its way to every mu'min's heart. Saying to myself, saying to yourself, Allah is addressing me, Allah is talking to me. Allah wants me to listen. O you who believe, I've been meant, you've been meant, every mu'min, to listen. Ibn Abbas radiallahu anhuma said, فَأَنْتَ مِنْهُمْ. You are one of them. If you and I consider that Allah is talking to me by يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O you who believe, and said, Ya Allah, you are speaking to me. This is for me. This is order for me. I'm listening. Ibn Abbas radiallahu anhu said, فَأَنْتَ مِنْهُمْ. You are one of them. This basharatul iman. It's good news of iman. And this sense of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. This sense that we are mu'min. And example that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ. As a full and one body. If one part of the body is in pain, the whole body in pain. How much we have this sense of belonging. How much we as individuals, when we come for Salatul Tarawih, how many of us thinking about others who may not show any interest in that?
They are busy with something else. They are not keen about that. How much we are there to help those who go in the street and try to visit people. Yes, with all the social distancing and all the rules, but reminding them the masjid is open, Tarawih is on, it is Ramadan, come on to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the time to keep yourself with this very routine, very business, night and day. Give time, come to the house of Allah. Where am I and where are you to support these people and helping them? And don't look down at them, what they are doing. Everyone got the prayer time, everyone knows the masjid. We need somebody to remind us, to show that we are there for each other. We are there to remind each other. Belonging. We are one ummah. To feel it. Iman. Iman, we need to build this iman in a way that will affect our relationship. And first and foremost, with our dear parents, with our families. When he, sallallahu alayhi wa sallam, defined the wasil, the one who maintains the relationship with his family members, it is not the one who is reacting to their good actions. It is not the one, if they maintain, they say, I will maintain. If they answer my letter or my text message, I will answer them back. If they call me back, I will call them. If not, I have no interest. I'm not there for them. What is that? He sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-wasil bil-mukafih. Is not the wasil the one who returns the good action, the connection, the greed. وَلَكِنَّ الْوَاصِلْ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. But the wasil, the one in the eyes of Allah, he's doing it for the sake of Allah. The one, if his relatives, the people around him, they show no any interest of maintaining this relationship for the sake of Allah. But he is or she is to continue doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Assalamu alaikum, and second time, and third time, and send them gifts. Because he wants Allah to be happy with him. Salatul Rahim, maintaining kith and kin. And then the whole community around us, looking after our whole community. And first and foremost, we are from Iman. Ramadan is the month of Iman. Ramadan is the month of the Quran. Ramadan is the month of Tarahum, of Rahmah. And we call upon those who are working for Islam, those who are serving the masajid, to maintain this among themselves, regardless their background, their culture, their movement, their affiliation with whatsoever Islamic society, they need to get hands together. They need to get united. They need to speak. They need to understand they are not different, so they can fight or compete. But they are there to complete. There to complete each other. Complete the work of Islam. Islam is greater than a movement, or a masjid, or a group to serve it. Islam is greater and higher than all this, and all must come together. Unity together, Iman, and then the feeling of belonging. I am part, I am a member of this big ummah of Iman. The ummah was sent for khayr al-nas, for the welfare, for the goodness of people, everyone, that rahmah for everyone on the earth. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Have rahmah on those on the earth, those on the heaven. Allah subhanahu wa ta'ala and angels and all, they have rahmah on you. May Allah subhanahu wa ta'ala have rahmah on us. May Allah make us means of rahmah. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد, عباد الله, أيها المسلمون, أمرني الله وإياكم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ذكر الملائكة المسبحة بقدسه ثم نادانا جميعا أيها المؤمنون من جنه وإنسه. قال الله تبارك وتعالى بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك حبيبك النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك المقبولين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على إمامنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أقم الصلاة.